بالنسبة للعقار ما تم إنجازه، طبعا تعرف أنه مش أي عقار يساعد أنه يكون مركز للرتم التقني. نحن الآن عملنا حريصين على تفعيل دور المراكز الرتم التقنية الموجودة حاليا، لأنه حاليا ما راهيش تقوم بالدور تاعها كما ينبغي، يعني ليس 100%. فيه تعاون مع السلطات المحلية، وين كاين مشاكل بالنسبة لمراكز الرتم التقني سواء التي جمدت ولم تجمد، لأنه في حتى صعوبة لإيجاد العقار أنه تكون فيه مراكز رتم تقني ما بين البلديات، ولما لا كاين حتى مركز رتم تقني يكون حتى ما بين ولايات.